بس انا حابه اعرف منك اكتر عن التشيلو. يعني الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ممكن يكون في الات كلها بالنسبه لهم شبه بعض، ايه المختلف عن الاله دي؟ يعني احكي لنا عنها اكتر، عن اله التشيلو. هو التشيلو المميز بس فيه شويه ان هو صوته قريب من الصوت البشري، يعني هو من العائله الوتريه، يعني هو الكمانجه وهو والكونتر باس، وفي الفيولا كمان بينه وبين الكمانجه. الكونتر باس لا الكمانجه يعني اصغر حاجه، الفيولين وبعدين فيولا اكبر شويه من الكمانجه، وبعدين التشيلو وبعدين الكونتر باس. الكونتر باس صوته غليظ يعني قرار قوي، الكمانجه صوتها رفيع، الفيولا شويه بينهم، التشيلو بقى هو تحسي ان هو نفس طبقه صوت الانسان العادي. فلما بيعزف بتحس ان هو نفس، يعني اكنه بيتكلم، يعني نفس الطبقه، فبيدي شويه راحه والواحد بيسمعه يعني. بس طبعا كل الالات ايه اللي وصل الاميره للتشيلو او التشيلو الامير، او ايه اللي قابلكم ببعض؟ انا دخلت كليه تربيه نوعيه قسم موسيقى، يعني دخلت تخصص تاني، وبعدين لسبب او لاخر التخصص اتقفل فتحولت على التشيلو. يعني انا بامانه في البدايه انا ما كنتش مختار، مش رايحه له يعني، لان زي بقيه الناس معظم الناس بيبقوا ما بيسمعوا كلمه التشيلو اللي هو انهي مش عارفين التشيلو ايه. يعني ما بيسمعوا كلمه جيتار عارفين الجيتار شكله ايه، البيانو شكله ايه، الكمانجا شكلها ايه. التشيلو شويه ناس وناس عارفينه، فانا واحده من الناس ما كنتش عارفه بصراحه. ولما عرفتيه بقى حبيتيها وكنت فاكره واخده عنه فكره ان هو صوته تخين وصوته وحش، فانا ما كنتش حباه، فما رحتلوش اصلا من البدايه. يعني انا رحت لحاجه تانية، بس لما دخلت التخصص سمعت صوته لا مسكت بيه اسرع. طب اميره من صغرك اكيد يعني انت كنت بتحبي تعزفي عامه على اي اله، ولا انت كنت دارسه بس وبداتي تعزفي لما درست؟ صغيره جدا لوحدي كده، اورج والحاجات الصغيره بتاعت الاطفال دي ما كنتش بلعب عليها بقى، اللي هو اي حاجه كده وخلاص. انا كنت اي اغنيه بسمعها بلاقي نفسي بعزفها من ما انا مش فاهمه ده ايه، يعني انا بعزف نفس الاغنيه. حتى انا كنت ساعتها فاكره، لان انا كنت صغيره، ان انا بطلع صوت عمرو دياب هنا او بطلع صوت مصطفى قمر هنا، او انا يعني ليه عشان انا بعزف سماعي. يعني بتعزفي صح سماعي؟ اه موهبه بقى. حلو جدا حلو جدا.